أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية على شاشة أكسترا نيوز، والتي نخصصها للحديث عن اختيار مصر ضمن أفضل 3 دول في المنطقة في ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي. نجحت مصر في أن تكون ضمن أفضل 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي، هذا في الوقت الذي ساهم فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح الأعلى نموا لمدة 5 سنوات متتالية بنحو 16.13%. المزيد في العرض التالي. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. دكتور، بنتكلم عن أنه مصر نجحت أن تكون ضمن أفضل 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي. عن أي مجالات نتحدث عندما نتحدث عن ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي يا دكتور؟ الحقيقة في يعني ابتداء من 2018 منذ أن أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية، الحكومة المصرية اتغيرت مؤشراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وارتفعت بشكل كبير أوي. ليه؟ لأن احنا طورنا البنية التحتية الرقمية على مستوى مصر كلها على عدة محاور. لما استبدلنا جميع الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، ارتفعت سرعة الإنترنت من 5 ميجا بت بير سكند إلى 55 ميجا بت بير سكند، يعني 11 ضعف، وهي رقم 1 في أفريقيا. ده عامل مهم جدا في رفع المؤشر. لما أنشأنا مركز أكبر مركز معلومات في العاصمة الإدارية الجديدة ووحدنا جميع قواعد البيانات وقدمنا أكثر من 130 خدمة رقمية عبر منصة رصر مصر الرقمية، ارتفع مؤشرنا في التحول الرقمي. لما أنشأنا مراكز ريادة الأعمال ومراكز الإبداع في 27 محافظة لتشجيع الشباب في هذا المجال، وزادت نسبة الدخل الناتج المحلي الإجمالي لمصر من هذا القطاع نتيجة التطبيقات اللي احنا عملناها والمراكز الخاصة بالإبداع والابتكار، اللي أدت إلى مشاريع كثيرة جدا في صناعة التعهيد اللي بتدخل على مصر مليارات من الدولارات. كل ده أدى في النهاية أن قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نموا بما يقرب من 17%، ويساهم من 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبيوفر مئات الآلاف من فرص العمل. هو ده اللي خلى مؤشرنا فيه سواء في من البنك الدولي أو منظمة الأنكتاد أو منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤشراتنا كلها ارتفعت بهذا السبب. طيب دكتور، ده فيما يتعلق بعوامل هذه الطفرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام. احنا بنتكلم انه بقى بيشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الاجمالي. حضرتك اتكلمت عن مراكز ريادة الاعمال والابداع المنتشرة في عدد من المحافظات، لو حضرتك تكلمنا التفاصيل اكثر عن هذه الخطوة الهامة. الحقيقة الحكومة المصرية بشكل عام
لما فخامة الرئيس أعلن أن احنا بنعمل 30 مدينة ذكية. المدن الذكية دي هتدار تماما بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة. طب هنجيب منين الخريجين القادرين على هذه التكنولوجيات؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية، العدد الكافي اللي يدير 30 يعني مدينة ذكية. عشان كده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى عملوا مراكز الإبداع والتكنولوجيا ومراكز تدريب، لدرجة أنهم دربوا خلال الأربع سنوات اللي فاتوا أكثر من 200 ألف شاب على تكنولوجيات ريادة الأعمال وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. هو ده اللي عمل طفرة كبيرة جدا في هذا المجال ورفع المؤشر، علاوة على اهتمام وزارة التعليم العالي والدولة بشكل عام على إنشاء جامعات رقمية، كليات ذكاء اصطناعي، كليات النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي. هي دي العوامل اللي المنظمات الدولية بتقيس عليها الكي بي آيز أو المؤشرات الأداء لهذا القطاع. عشان كده احنا تطورنا كتير جدا في هذه المجالات اللي أدت بالتالي إلى رفع مؤشرات مصر، مش بس في مجالات تكنولوجيا المعلومات، في مجالات التحول الرقمي. احنا كنا من 5 سنين ضمن الفئة، يعني فئة 1 و2 و3، كنا في الفئة الثالثة، انتقلنا 2020 إلى الفئة الثانية، حاليا بقينا في الفئة الأولى، إذن في على قمة الدول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط. طيب دكتور، طبعا الرقم اللي حضرتك ذكرته من الشباب اللي تم تدريبهم رقم مهم للغاية، وطبعا مؤشر على إقبال الشباب على دخول هذه المجالات وإدراكهم أنه هذه هي مجالات المستقبل. هنا بسأل حضرتك عن أهمية دخول مصر عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، هذه الفكرة لأي مدى مهمة بالنسبة لمصر وأبعادها إيه؟ الحقيقة الدول اللي مش هتدخل في الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مش هيبقى ليها وجود أصلا. تتخيلي حضرتك أن النهاردة إحنا لما بنتكلم على الاقتصاد، حجم الاقتصاد في العالم كله النهاردة 105 تريليون دولار، حجم الاقتصاد الرقمي 50%، يعني ما يقرب من 52 تريليون دولار. إذا إحنا النهاردة لو ما كانش عندنا الكوادر الفنية والبيئة التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية والتشريعات المناسبة للدخول في هذه التطبيقات، هنخرج بره المنظومة الاقتصادية في العالم. إحنا النهاردة لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى من أكثر من سنة عايزين نصدر ب 100 مليار دولار، طب أنا هصدر ب 100 مليار دولار إيه؟ التصدير النهاردة ما بقاش منتجات، التصدير النهاردة بقى خدمات بيجيب دخل أكثر من المنتجات. أمريكا والصين معتمدين على تصدير الخدمات كتير جدا بجانب المنتجات. طيب إحنا فين الخدمات النهاردة؟ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتصدر من قطاع التعهيد لبرة بعدة مليارات. طب إيه هو قطاع التعهيد النهاردة؟ المراكز النهاردة الكول سنترز أو مراكز المعلومات اللي في أوروبا مكلفة جدا، لو خدت شباب من المنطقة العربية وعينتهم هناك وسكن وإقامة وغيرها ورواتب عالية، فبدأوا ينقلوا هذه المراكز هنا، مراكز الكول سنترز العالمية بدأت تيجي هنا. طب ليه؟ عندنا شباب قادر لإدارتها، عندنا شباب بيتكلم أكثر من 10 لغات مختلفة في مراكز الكول سنترز العالمية اللي موجودة هنا، بجانب كمان أن مصر معبر رئيسي لأكثر من 90% من حجم معلومات الإنترنت المنقولة عبر الكابلات البحرية اللي بتربط آسيا وأفريقيا إلى أوروبا، اللي بتمر من خلال قناة السويس. إذا إحنا بيئة جاذبة نتيجة موقعنا الجغرافي، نتيجة أكبر 17 كابل ناقل للإنترنت بحجم أكثر من 90% من حجم المعلومات ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، علاوة على البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار. كل هذه العوامل بجانب تحسين البنية التحتية الرقمية اللي الحكومة المصرية صرفت عليها أكثر من 200 مليار جنيه، كل هذه العوامل مجتمعة أدت على أن مصر تتبوأ مركز مهم جدا. لولا أن احنا دربنا شبابنا على التقنيات، تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة زي الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، ما كانتش مراكز المعلومات العالمية اللي بتتكلف مليارات هتيجي هنا، لأن لو جت هنا محتاج شباب من المنطقة يشتغلوا هنا.
دي كلها عوامل ودعم القيادة السياسية أدت إلى أن البيئة جاذبة لهذا القطاع. طيب دكتور، يعني نقطة مهمة لازم نتكلم فيها هي أهمية بناء مصر الرقمية، الأبعاد المختلفة لهذه الخطوة اللي دايما نسمع عنها في الفترة الأخيرة، شايفين اهتمام متزايد من قبل الإدارة السياسية بها. الحقيقة بناء مصر الرقمية نقدر نقول إنها بدأت من 2018. يعني 2018 كان عندنا أكثر من 100 قاعدة بيانات متناثرة، كنا صحيح في حكومة إلكترونية بس كل جهة عندها مركز معلومات الخاص بيها، ما كانش في ربط بين مباشر بينه. احنا أول حاجة وحدنا الـ100 قاعدة بيانات دول في قاعدة بيانات واحدة مؤمنة موثقة، دي كانت نقطة مهمة جدا، خدت من الحكومة أكثر من سنة ونص ومجهود ضخم جدا. طب النقطة الثانية، لما حسنا البنية التحتية الرقمية وربطنا أكثر من 32 ألف مبنى حكومي بكابلات من الألياف الضوئية، دي خلت تبادل المعلومات بين القطاعات الحكومية واحدة، عشان كده نقدر نقول عليها أنها بقت حكومة تشاركية. المعلومات النهاردة كلها لو أي مواطن دخل على أي جهة حكومية النهاردة، نفس الجهة دي تقدر تقول له ده أنت عليك مثلا قضايا كذا، عليك مخالفات كذا في وزارة تانية. ليه؟ ما كانش فيه هذا الربط الأول. النقطة الثالثة، إن إحنا بدل ما كان عندنا أكثر من 100 مركز معلومات في كل وزارة وكل جهة محلية، بقى عندنا مركز معلومات قوي موحد بيتعامل بقاعدة بيانات واحدة. كل هذه العوامل اللي خلت المواطن ياخد 130 خدمة رقمية ويدفع رقميا، زادت نسبة الشمول المالي في مصر إلى أكثر من 75%، زادت نسبة الشمول المالي الرقمي في مصر نتيجة إنشاء البنوك الرقمية وإنشاء المحافظ الرقمية من خلال شركات المحمول. كل هذه العوامل في النهاية متكاملة، ما أقدرش أفصلها، هي دي بناء مصر الرقمية اللي النهاردة بتساهم في جميع قطاعات الدولة، سواء الاقتصادية سواء الصحية. النهاردة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقت داخلة بقوة جدا في مجالات الصحة، تطبيقات النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي بقت داخلة في مجالات الصحة ومجالات الزراعة ومجالات الصناعة. إذن ما بقاش فيه قطاع النهاردة إلا ما تكنولوجيا المعلومات بتدخله بشكل أو بآخر من خلال التطبيقات المختلفة. طب دكتور، حضرتك اتكلمت عن مبادرة مصر الرقمية بشكل مفصل، عايزين نعرف أبرز الاستثمارات، حجم الاستثمارات الحكومية في هذه المبادرة كان حوالي قد إيه؟ الحقيقة الحكومة المصرية يعني أولا أنا بأشيد جدا بدعم القيادة السياسية متمثلة في مقامة الرئيس، الدعم قوي جدا لهذا القطاع، لأن هذا القطاع هو القطاع القاسم المشترك الأعظم بين جميع القطاعات. دي أول نقطة. النقطة الثانية، إحنا لما بنقول صرفنا في هذه المبادرة، مبادرة بناء مصر الرقمية حتى الآن أكثر من 200 مليار جنيه، ده مبلغ ضخم جدا، لكن الأهم المجهود والمتابعة. يعني كان ممكن نصرف أكثر من كده كمان، لكن المجهود والمتابعة خلوا هذا المبلغ ربما متعاظم في تحقيق الإنجازات. دي نقطة مهمة جدا. طب إحنا كمان بقينا عامل جذب للشركات العالمية في إنشاء مراكز معلومات، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو المناطق الاقتصادية في القرية الذكية والمنطقة الاقتصادية التكنولوجية في المعادي. يعني على سبيل المثال آخر 16 دولة أنشئ أكبر مركز معلومات في المعادي من مجموعة من الشركات العالمية بشركات من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات أكثر من ربع مليار دولار. يعني بنتكلم ما يقرب من مثلا 10 مليار جنيه. إذن إحنا النهاردة بقينا عامل جذب لتوفير فرص عمل للشباب برواتب عالمية، كمان الخدمات الأخرى اللوجستية المساهمة والمساعدة لهذه المراكز بما ينشأ حواليها من وظائف جديدة، كل دوت بيخلي النهاردة الشباب بتاعنا بدأ يطور نفسه في مجالات تكنولوجيا المعلومات، إنشاء المنصات المختلفة، إنشاء منصات التجارة الإلكترونية كتر جدا في مصر. كمان كل ده أدى في النهاية إن نسبة الشمول المالي لما ارتفعت خلت كمان القضاء على الفساد
وساعدت الحكومة في إجراءات الحوكمة على هذه المراكز وعلى القطاع الحكومي كله. شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على كل هذه المعلومات. كما ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحيث فندم. أهلا وسهلا بك. في البداية باشمهندس لو هنتكلم عن أبرز العوامل اللي أدت لتبوء مصر هذه المكانة فيما يتعلق بريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي، أهم الخطوات اللي حضرتك شايفها أدت إلى هذه الأرقام اللي احنا متابعينها. احنا بنتكلم عن نمو لمدة 5 سنوات متتالية بحوالي 16.3%. حقيقة احنا النهاردة لو كلمنا عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي بقت العمود الفقري كافة الصناعات المختلفة بدءا من التصنيع للزراعة للطب للصناعات الصيدلانية لكل الأجهزة لكل للإعلام للشؤون المالية للبنوك. فده أحد العوامل الأساسية لزيادة النمو الكبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة كل القطاعات بدون تكنولوجيا المعلومات وبدون اتصالات، لما حصل عطل في الكابل البحري من كام يوم تقريبا، مش مصر 7-8 دول حصل عندهم شلل طبعا مشكله. فده من ضمن يعني ده السبب الاساسي. السبب الثاني ان احنا بنتكلم على تعديل حصل في البنيه التحتيه في الدوله المصريه بدءا من 2017 مع خطه الكابلات الالياف الضوئيه، مع اطلاق القمر الصناعي ديبا 1 في 2019، مع اطلاق القمر الصناعي ديبا 2. كل الكلام دوت عد خلانا نرفع مستوى سرعات الانترنت في مصر من 5 ميجا في الثانيه اوائل 2019 ل 20 ميجا في نهايات 2019. ودي من ضمن اسباب ان احنا قدرنا نتحمل ازمه كورونا ومأساه كورونا بما حدث، ان احنا النهارده دولة مضاعفة الانترنت 4 أضعاف في نهاية 2019. كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في الجزئية الخاصة بالتعليم عن بعد والعمل عن بعد والعلاج عن بعد وعن كل ما كان يتم من خلال تكنولوجيا المعلومات. مع أزمة كورونا خلت اعتماد الشركات أكبر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بخلاف طبعا احنا لو اتكلمنا على رجعنا خطوه كده للخلف، مراكز الابداع التكنولوجيه المنتشره في الجامعات المختلفه اللي بتساعد الشباب وبتعلم الشباب على اساسيات قياده الاعمال السليمه اللي من خلالها يبتدي يقدر يطور افكاره ويطور المنتجات بتاعته من خلال دراسته في الجامعه. خلى النهارده مجموعه كبيره من الشركات المصريه الناشئه تستطيع الحصول على تمويلات كبيره من التمويلات من بنوك المخاطر الخارجيه اللي موجوده بره مصر، وجزء كبير جدا منهم ادى بنجاحات كبيره تفوق معدلات النجاح الدوليه المتفق عليها. كل ديت عوامل كثيره بتؤدي الى الجزئيه الخاصه بزياده مساهمه قطاع تكنولوجيا المعلومات الناتج المحلي، وكمان زياده نموه هو الداخلي. ده هنتكلم على كل سنه القطاع التكنولوجي المعلومات والاتصالات بياخد نسبه اكبر في الناتج المحلي عن العام السابق، زائد ان هو نفس نسبه النمو بتاعته بتزيد بشكل. وصلنا ل 5% من الناتج المحلي الاجمالي النهارده. طيب باشمهندس الخدمات المصرفيه والماليه تحديدا الرقميه أصبحت من أهم العلوم وأهم تطورات الحاضر والمستقبل طبعا. إيه أهمية التحول الرقمي في هذا القطاع تحديدا لو هنتكلم على القطاع المصرفي تحديدا؟ طبعا القطاع المصرفي حقيقة احنا بنتكلم النهاردة على منظومة شمول مالي موجهة لكل مواطن الدولة. احنا بنتكلم على منظومة النهاردة منشأة بشكل علمي وبشكل دقيق، مصروف عليها سواء من البنوك او شركات التكنولوجيا الماليه او حتى من الدوله، والمبادرات اللي كان اعتقد المركز في ايام كورونا المبادره اللي تم توزيع فيها تقريبا حوالي 500,000
نقطه بيع الكترونيه على المحلات الصغيره لنشر ثقافه الدفع من خلال الوسائل التكنولوجيه المختلفه. هنا هنتكلم على تقليل لحد من سوق الموازي او السوق اللي هو السوق الغير رسمي، وصول للمستحقات الدوله بشكل اكبر، المساواة والعدل بين زي الفاتورة الإلكترونية ومسألة هذه الخطوات في الضرائب على سبيل المثال حضرتك تقصد. لا كمان كمان النقطة إن كان في حجم ظلم كبير، يعني بصفة أنا بدير شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية، كان التاجر اللي ماشي مظبوط واللي بيقدم بيدفع بشكل مظبوط وكده كان بيبقى التكلفة عليه أكتر لأن هو بيدفع عليه التزامات الدولة كاملة. السوق الموازي هنا كانت بتضر ضرر شديد على التجار اللي ماشيه بالشكل المضبوط. فالنهارده توسيع هذه المنظومه باحلال بوضع منظومه كامله لدخول المحلات والتجار الصغار اللي كانوا في السوق الموازي او ما كانوش موجودين في السوق الرسمي ادى الى وضع يعني عمل عمليه مساواه بين التجار كلهم بما لا يوقع ضرر على التجار الصغيرين اللي ما كانوش ماشيين بالطريقه الرسميه. زائد كمان النهارده بقى يقلل النهارده في اي عمليات نصب او احتيال على الناس في الفلوس بتاعه البنوك. النهارده بقى اي عمليه بتتم على الحساب بتاع حضرتك بتجيب رساله فوريه، كل دوت مبني على جزء تكنولوجيا معينه، فلو حتى حصل في معامله غير سليمه او على الحساب بتاعكي انت حاجه تقدري تعرفيها في لحظتها، تقدري تسيب البنك توقفي الكلام دوت. احنا بنتكلم على فوائد عادت على الجميع، عادت على التجار والشركات، عادت على الدوله، عادت على المواطن بشكل عادي بزياده تامين وجود امواله في الحسابات المختلفه سواء محافظ الاستثمارية سواء في البنوك سواء في الكروت المختلفه سواء مسبقه الدفع او الكروت العاديه. طيب النمو في استخدام القنوات الإلكترونية لأي مدى بيكون مشجع للشركات لتقديم مزيد من المنتجات والخدمات للمواطنين يا باشمهندس؟ أكيد بالطبع حكي. إحنا لو رجعنا النهاردة لو رجعنا كده للخلف 10 سنين فاتت، لو تتذكري حكي فاتورة التليفون ومأساة فاتورة التليفون اللي كانت بتحصل مرة كل 3 شهور والطوابير اللي كانت على السنترالات، النهارده حاجه ده مش موجود. ليه؟ لان انا بدفع فاتوره التليفون من خلال وسائل الدفع الالكتروني اللي موجوده فيه. كان في بعض التخوفات في البدايه، اصل انا محتاج يبقى الوصل معايا او الصوره معايا، الكلام ده كله اختفى تماما بانتشار هذه التكنولوجيات. النهارده بقى بنتكلم على كل حاجه بيتم دفعها الكتروني، ضرائب، مرور، جمارك، كل الامور، تامينات اجتماعيه، كل ما يمكن تداده النهارده بقى يتم تداده الكتروني. تم توفير وسائل كبيره جدا، يعني تكاليف كبيره جدا على المواطن انه ينتقل وانه يضيع وقت، ادى للدوله رؤيه اوسع انها تشوف المدفوعات بتتم ازاي، خلى شركات كثيره تبقى مهتمه بان هي تستثمر في مجال التكنولوجيا الماليه وتتيح. النهارده احنا بنتكلم على اكثر من 100 شركه بتعمل في مجال التكنولوجيا الماليه في مصر، ما بين شركات صغيره ومتوسطه وكبرى، شركات اجنبيه كبيره موجوده في مصر، كل ده تشجع الاستثمار يكون موجود في البلد في هذا النشاط من خلال بقى طبعا بنتكلم على اكثر من 100 شركه، بنتكلم على تعيينات، على يد عامله، على استثمار، حجم استثمار بيتم ضخه بيعود في النهايه على البلد وعلى المواطن بنفع كبير. شكرا جزيلا المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات على هذه المداخله. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة عن نجاح مصر في أن تكون ضمن أفضل 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجي. للمزيد من المتابعة حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عمرو محفوظ استشاري تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا بحضرتك أستاذة، مشاهدينك الكرام. في البداية باشمهندس لو هنتكلم عن أهمية المجال المصرفي فيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي تحديدا،
ايه هي متطلبات احداث طفره في هذا الملف؟ هي طبعا سوق التكنولوجيا الرقميه الماليه الفينتك في الشركات الناشئه والابداع يعني حاليا من اكبر القطاعات المستقبله للاستثمارات في الشركات الناشئه من راس المال المخاطر. حتى تابعنا انه كان في عدد منها يا باشمهندس يعني ليه صدى كبير على مستوى العالم وليس فقط مصر. في عندنا فعلا شركات في المدفوعات وفي الفينتك اللي تعتبر السكيل بتاعها بنقول عليها اللي هي الشركات الميجا سكيل اللي تعدى تقييمها مليار دولار زي مثلا شركه ثوري في مصر تعتبر من اكبر الشركات في المنطقه في مجال المدفوعات والفينتك. وعندنا في هذا القطاع عدة شركات ناشئة واعدة تلقت استثمارات وبتتلقى إن شاء الله في خلال نهاية هذا العام أو بداية العام القادم مزيد من الاستثمارات. طبعا انفتاح احنا سمعنا كمان دلوقتي انه في رخص ابتدت في مصر تبقى موجودة لبنوك رقمية ويمكن بنك مصر اعلن عن بنك رقمي وخد الرخصه ليه. فمثل هذه التسهيلات والاجراءات بتشجع وبتسرع من وتيره الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقميه. انتشار البنوك الرقميه هيسرع ايضا من هذه الاعمال تسهيل المدفوعات الرقميه. يعني دلوقتي المعاملات الحكوميه المدفوعات بتاعتها بقت كلها اونلاين زي الكهرباء زي المية زي النهاردة المرور ومخالفات المرور. فالتوسع في أداء خدمات المدفوعات الرقمية والإقراض الصغير والمتناهي الصغر أيضا وتقنينه من سوق المال من هيئة الرقابة المالية أيضا بيوسع من نشاط هذه الشركات وبيفتح لها مجال إنها تطور من منتجاتها وتطور منتجات جديدة. طيب احنا اتكلمنا عن التكنولوجيا المالية ومكانة الفينتك في مصر وأصدائها وحتى يعني الدعم أيضا ليها طبعا علشان تصل إلى هذا الأداء. لو اتكلمنا يا باشمهندس عن الخدمات المصرفية الإلكترونية في منها جزء البعض بيتساءل عنه غير المصرفية عفوا التكنولوجيا التنظيمية، لو حضرتك تكلمنا أكثر عن هذا المصطلح. يعني في شوية إجراءات تنظيمية ممكن إنها يتم التوسع فيها زي مثلا التوقيع الإلكتروني. التوقيع الإلكتروني يمكن لسه لم يرخص من البنك المركزي في المصافقة الإلكترونية اللي هي الرسالة اللي بتوصل للواحد وفيها كلمة سر يدخلها، لكن أيضا الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في المعاملات البنكية هيشجع جامد جدا في زيادة التأمين للمعاملات المالية مع البنوك والجهات المصرفية وهيزود أكثر من انتشار الثقة في هذه الخدمات وانتشار الرقعة بتاعتها. وكذلك في التحقق من العميل عن بعد اللي هي الاي كي واي سي، الأخذ بآلية التحقق من بعد إن الواحد يقدر في بعد بنوك فعلا دلوقتي الواحد يقدر يفتح حساب من غير ما يروح المقر، لكن الأخذ بالتكنولوجيا التحقق من الهوية عن بعد عن طريق البيومتريكس عن طريق الصورة والبصمة والتوقيع الإلكتروني أيضا هيزود من الشركات المبدعة في هذا المجال وهيزود أيضا من الإقبال على هذه الخدمات. فإتاحة الإطار التشريعي لخدمات التحقق من الشخصية عن بعد من الحاجات المهمة جدا أن يتم التوسع فيها. طيب حضرتك شايف ازاي تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة النمو الأعلى في مصر؟ احنا بنتكلم عن 16.3%. الحقيقة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن في الفترة الأخيرة بقاله 3 سنين بيتصدر النمو. التكنولوجيا النهاردة بقت داخلة في جميع القطاعات، يعني النهاردة التكنولوجيا داخلة في الزراعة، دخلة في الصناعة عن طريق الثورة الصناعية الرابعة، الثورة الصناعية الخامسة، في الزراعة في تحسين نظم الري، في الأخذ بتحليل التربة، دخل فيها مجال الذكاء الاصطناعي، في الصحة، في التعليم عن بعد. فهذا الانتشار للرقمنة يعني توسع جامد جدا بالذات في أعقاب جائحة كورونا، فصارع الطلب على الخدمات الرقمية في العالم كله
10 مرات عما كان قبل الجائحة. فده أدى إلى تسارع النمو. مصر أرض أيضا غنية في المهارات وبالثروة البشرية بتاعتها. إحنا عندنا ما يزيد عن 600 ألف خريج جامعة ومعاهد عليا كل سنة بيخش سوق العمل. منهم كتير يعني إحنا عندنا خريج اتصالات تكنولوجيا المعلومات 60 ألف تقريبا، يعني حوالي 10%. في كتير جدا من خريج الجامعات من غير تخصص اتصالات تكنولوجيا المعلومات بيتحولوا لهذا القطاع عن طريق ان هم بيزيدوا من مهاراتهم، بياخدوا كورسات اونلاين، بياخدوا شهادات، وبيقدروا ان هم يتحولوا الى هذا المجال. فوفرة المهارات البشرية في مصر بتساعد في النمو في هذا القطاع، وايضا بنصدر هذه المهارات للدول في المنطقة وفي العالم كله. احنا عندنا بنصدر خدمات تكنولوجيا معلومات لأكثر من 100 دولة في العالم. أبرز الدول اللي بنتعامل معها في هذا المجال بنصدر لها هي إيه باشمهندس؟ عندنا في أوروبا وأمريكا، عندنا ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الخليج، سوق الخليج في المنطقة دي يمكن أكبر أسواق إحنا بنتعامل معها. طب ده ينقلنا للحديث عن مسألة صعود مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي اللي هو اللي صدر عن البنك الدولي من ب إلى ألف في 2020. حضرتك بتقرأ إزاي هذا المؤشر وهذا التحرك؟ طبعا إحنا يعني عندنا في استثمار مستمر في هذا القطاع. يمكن إحنا اتكلمنا على القوة البشرية، لكن هناك أيضا استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية، في استثمار في مجال الانترنت يمكن حوالي 100 مليار جنيه تم استثمارها في تحسين كفاءة شبكة الانترنت على مدار السنين الثلاثة أو الأربعة اللي فاتوا. احنا في العام الماضي عام 2022 تبوأنا المركز الأول في أفريقيا في سرعة الانترنت، ده صعودا من قبليها بسنة من المركز الثالث، ويمكن قبليها بكمان سنتين كنا في مركز متأخر عن كده، كان يمكن المركز 16 لو أنا فاكر صح. فالاستثمار في البنية التحتية أدى إلى تحسن الجاهزية. أيضا رقبنة الخدمات الحكومية، إحنا عندنا النهاردة حوالي 168 خدمة حكومية جرت رقمنتها وموجودة على منصة مصر الرقمية باستثمارات حوالي 32 مليار جنيه. أيضا هناك العديد من الهيئات والمصالح الحكومية اللي عملت رقمنة للخدمات بتاعتها، من ضمنها وزارة المالية، الفاتورة الضريبية، أيضا نظام الضرائب العام جرى ميكانته ولسه المشروع بيستكمل. فالحقيقه يعني المشاريع ممتده، قطاع الصحي، التامين الصحي ايضا جاري رقمنته، ويمكن كان حصل من سنتين اول محافظه انطلقت في نظام التامين الصحي المرقمن كان محافظه بورسعيد، وجاري النشر في محافظات اخرى. فتسارع الرقمنه وادى الى زياده جاهزيه مصر في هذا المجال، في سواء في البنية التحتية أو في الخدمات اللي بتؤدى أو في وفرة الكفاءات والمهارات البشرية. شكرا جزيلا المهندس عمرو محفوظ استشاري تكنولوجيا المعلومات على هذه المداخلة. ينضم إلينا كذلك عبر الهاتف المهندس حسام الجمل خبير تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أهلا بك. أهلا وسهلا. في البداية باشمهندس لو هنتكلم عن نقطة تحدث عنها عدد من ضيوفي في هذا الملف، مسألة إحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية، لأي مدى هذه الخطوة مهمة وكانت إيه تأثيراتها؟ هو طبعا تهوية البنية التحتية وإحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية بيعمل نقلة نوعية في حجم تبادل البيانات اللي بيبقى موجود وفي تأمينها، وبيحقق فرصة حقيقية لتحقيق خدمات سريعة مؤمنة وتبادل معلومات ما بين الجهات المختلفة بشكل مميز، يحقق اللي مطلوب منه من غير ما يحصل قطع في خدمة أو كده. طيب في رأي حضرتك أبرز مشروعات التحول الرقمي اللي قامت بها الدولة هي إيه حتى الآن؟
هو الحقيقه من 2014 الرئيس السيسي يعني كان مدي توجه واضح لسرعه التنفيذ في مشاريع التحول الرقمي، لانها بتعمل نقله نوعيه في خدمه المواطن، في توفير التكلفه، في تسهيل المهام اللي مطلوبه، وفي تحقيق الحوكمه. والحقيقه طبعا اهم مشاريع التحول الرقمي تمت في مشاريع خاصه بالحكومه بانواع شغل كتير يخص مثلا ال البطايق واللي هي بنسميها القطاع المدني، اتحقق وبقى اسهل كتير على المواطن يجدد بطاقته من بيته. ان جزء خاص بالمرور، وازاي ان احنا النهارده ما بنحتاجش نروح عشان ندفع المخالفات بتاعتنا او نجدد الرخص بتاعتنا، وده وفر كتير من الوقت والمجهود على الكل. الجزء الخاص بالصحه عن بعد، النهارده في اكتر من 300 نقطه موجوده على البلد توفر خدمات صحيه عن بعد استشاريه داعمه للاماكن النائيه بشكل خاص. النهارده الخدمات الماليه بالذات، وده اتعمل لها مجلس اعلى للخدمات الماليه، فرق تماما في وجود اليات التحول الرقمي. النهارده عندنا كل المعاملات البنكية بقت موجودة، نقدر نحققها من بعيد رقميا وبطريقة مؤمنة. تطبيق النهاردة خاص بي فاينانس ولا بإنستا باي النهاردة بيحقق طفرة كاملة في سهولة التعامل وفي تحقيق التنفيذ الفوري للمعاملات المالية بشكل رقمي، وغيرها كتير من التطبيقات، كتير من الخدمات الحكومية اللي موجودة. الخدمات الضريبية بقت كلها مرقمنة وبقت بتحقق حوكمة عالية في التعامل مع الأعمال المختلفة اللي موجودة. طيب يا باشمهندس، لو تكلمنا عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيشكل نسبة النمو الأعلى في مصر بحوالي تقريبا 16.3%، لو تكلمنا كمان أنه على 5 سنين متتالية نسبة نمو جيدة للغاية، الأهمية الاقتصادية اللي بيشكلها هذا القطاع في هذا التوقيت هي إيه؟ هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيه ميزة رائعة، هو انه قطاع لا يعتمد على موارد مادية على الارض، ولكن يعتمد على العقول البشرية، ومصر عندها عقول بشرية كتير. فإذا وهذا ما حدث تركيز على تنمية القطاع ده واستخدام الميزات النسبية اللي موجودة فيه من تكلفة مقبولة، من مهارات فنية عالية في القطاع، من قدرة على البرمجة، من منظومة بسميه ايكو سيستم، بيئة صحية متكاملة بتخدم القطاع دوت، بنقدر نحقق فيه طفرات زي اللي حصلت خلال السنوات الماضية، ويبقى النمو فيه نمو من الأعلى، وممكن يحصل فيه طفرات أكتر وأكتر كمان في الفترات القادمة. الحقيقة المجهود اللي تم في الفترة الأخيرة مجهود مميز جدا، عمل نقلة نوعية كبيرة، وبقى مصدر من مصادر كمان العملة الصعبة لمصر، لأنه بقى عندنا مراكز رئيسية بتخدم للتصدير من المبرمجين المصريين، وبتورد عملة صعبة لمصر. طيب حضرتك اتكلمت عن ما تم حتى الآن من أداء، وحضرتك اتكلمت عن أنه متوقع أو ممكن يحصل طفرة أكبر وأكبر في الفترة القادمة، إيه المتطلبات لإحداث هذه الطفرة؟ المتطلبات هو أن احنا نبتدي ننظر بشكل أكبر للتحول الرقمي الإنتاجي، وليس فقط التحول الرقمي الخدمي اللي حققنا فيه تطور كبير. التحول الرقمي الانتاجي هو استخدام تكنولوجيا الثوره الصناعيه الرابعه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمه القطاعات الانتاجيه، في خدمه الصناعه وتطويرها، في خدمه الزراعه، في خدمه التجاره، في خدمه المرافق. والحقيقه ده هيعمل فرق كبير جدا، لانه مثلا في المرافق اذا استخدمنا تكنولوجيا المعلومات بقوة هنقدر نقلل الهالك كتير، ونحسن التخطيط، ونوفر كتير أثناء تنفيذ الشبكات بتاعتنا. في الصناعة استخدام التكنولوجيا الرقمية الانتاجية في تطوير الصناعة هيحسن تنافسية الصناعة، هيعلي الانتاجية، هيعلي الجودة، هيساعدنا على التصدير للخارج، هيساعدنا على الربط مع
المصانع الخارجية وهيحقق لنا دخل بالعملة الصعبة. الزراعة استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها هيحقق طفرة نوعية في الحوكمة في مستوى المنتج اللي موجود، في تقليل استخدام المية، في تقليل استخدام السماد، في تحسين البيئة، لأنه لما نستخدم السماد بشكل جيد هيبقى بيقلل الفوتبرينت الأثر البيئي للميثين. ففي الحقيقة الفترة الجاية هي الخطوة الجديدة بقى، هي التطور الطبيعي من إن احنا بنتميز النهاردة في الجانب الخاص بالتحول الرقمي الخدمي، حققنا فيه طفرة كبيرة جدا، عاوزين نبتدي ندخل في التحول الرقمي الإنتاجي ونحقق فيه نفس الطفرة دي ونقدم الحلول دي في مصر، ثم نقدمها للدول الإقليمية في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا المهندس حسام الجمل خبير تكنولوجيا المعلومات على كل هذه التحليلات. إلى هنا مشاهدينا نختتم هذه الجولة، هذه تحياتي أنا إنجي طاهر وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله.